ثم الان اذهب مباشره الى هنا واحولها الى فيديو سيكونسر هنا ومن هنا ستاتي بالفيديو الذي حملته من قناه كريم الرائعه العربي نعم <applause> تضغط شيفت اي لكنك لن تحمل من قناه العرب اليس كذلك ستحمل من قناه فرينكشتاين ثم تاتي الى فيديو فور شيء هذا ثم تضغط اد موفي هنا تجد الفيديو الطويل تجد فيه الصوت لا تحتاج الى الصوت هذا من فعل العرب العرب يحملون فيديوهات بالصوت ارأيت الفيديو سيء جدا نعم العرب حتى الفيديوهات التي يحملونها تجدها سيئه جدا عرب نعم ثم الآن آه، ربما احوله الى 200 فريم فقط العرب نعم آه، لماذا 200 فريم لأني لا اريد ان اعمل تراكن لل كل الفيديو كما 200 فريم اصلا كثيره جدا اريد ان اعمل تراكن ربما لاربع ثواني فقط نعم هذا سيجعل اقصر اخر مره عملت فيديو عملت تراكن لمده 10 ثواني تقريبا وكان هذا طويل جدا <applause> نعم ثم كيف لماذا نفعل كل هذا كل هذا ال... هذه الشيء الذي عملته الان من اجل ان اجعل هذا الفيديو عباره عن آ... عباره عن صور منفصلة، صور متتابعة، لماذا؟ لأن بلندر، وأنا لم أجرب هذا بنفسي لكن الفيديوهات التي تابعتها تقول هذا. لأن بلندر إذا أغلقت المشروع مثلا وأردت أن تكمل في الغد فستجد هناك عدم مماثلة وعدم مطابقة بين التراكن وبين الفيديو الذي تملكه. وهنا وهذا يحدث شيء مشكل كبير جدا إلا إذا حولته إلى إلى يعني صور متتابعة. لماذا اظن انه بسبب الفريم ريت؟ لان في بلندر هنا دائما الفريم ريت لا يتماشى مع هذا وهذا الشيء التالي الذي يجب ان نعمله. آه لن تجد هذه 2997، كيف هو حصلت عليها؟ حصلت عليها عن طريق ضرب الفريم ريت الموجود في هذا الفيديو، اذا ذهبت الى هنا ودخلت الى بروبرتيز وذهبت الى ديتيلز فستجد فريم ريت هنا 2997. علمت ان 2997 فاتيت الى هنا وضغطت حذفت الفاصلة كليا لذلك ضغطت الفين و 997 97 يعني حذفت الفاصله كليا ثم قسمتها على 100 لماذا لان ال التقسيم 2997 على 100 يساوي 29.97 نعم لاحظوا ان 29.97 لن تستطيع كتابة ذلك هنا مباشره لن تستطيع ذلك لذلك فاكتبها هكذا نعم ثم بعد ذلك تاتي الى هنا وتحول الالوان الى الوان عاليه افتراضيه عن طريق الكولر مانجمنت هنا ولا ادري ما فائده هذا لكنها ترجع الفيديو الى الوانة الاصليه التي حملتها نعم آه فيلمك تحولها الى ستاندرد نعم ثم الشيء الثالث تضغط ان ولا ادري ما فائدتها آه يعني صراحه ان تتركها كما العاده او تحولها الى ستاندرد يعني الـ البلندر لا يلعب بالوان هذا الفيلم لا ادري صراحه الفائده لكن الاغلبيه يفعلون هذا لانهم لا يحبون اللعب بالوان الفيديو ثم تاتي الى هنا وتاتي الى بروكسي هذه وهذه مهمه جدا تفعل هذه البروكسي تك ثم تاتي الى 100% ثم تاتي الى هنا وتجعلها ريكورد ران انا لا اعلم ما هذه كلها لكن ما اعلمه ان بلندر قد لا يفصل الفريمات بشكل جيد وقد يحصل دروب في الفريمات قد لا تجد فريم معينه في مكانها تختفي وهذا مسيء جدا بالنسبة للتراكن لأن بدل من أن تكون هناك مرحلة وسطية تتحرك فيها النقطة من هنا إلى هنا ثم من هنا إلى هنا النقطة التي تتبع تتابعها ستنتقل من هنا إلى هنا مباشرة وسيفقد البرنامج تتبعها ثم تضغط Rebuild Proxy and Time Code ولا أدري إن كان سيعملها لكامل الفيديو أنا لا أريد أن يعملها لكامل الفيديو لذلك سأضغط هنا وأسحب إلى هنا أضغط هنا وأسحب إلى هنا لأن هذا قد يطول بعض الشيء Rebuild Proxy and Time Code Indices Indices الآن سيعمل هذا Rebuild شيء Rebuild Time Code اظن ان عملها سريعا لا ادري لماذا ربما في المره السابقه قد عملت للفيديو كامل لا ادري ثم بعد ذلك تاتي الى الاوتبوت هنا وتتاكد فقط من انها في المكان الصحيح تاتي الى هنا لا ادري ان كان الفيديو 1920 او لا اظنه 1920 تاتي الى هنا وتاتي الى يجب ان يكون مناسب صراحه آه. ثم تاتي الى المكان الذي تريد ان تخزن فيه الفيديو بلندر فور فان لهذا قلت لكم ان هذا سيطيل بعض الشيء لان هذا القسم يعني لاحظوا اني عندي بعض الفريمات لذلك بعض المشاريع السابقه لذلك ساضغط واحد هنا واسميها 10 10 10 ثم اكسبت الان كل شيء جيد فريم ريت جيد كل شيء جيد اضغط بي ان جي 15% كومبريشن اريد الصفر صراحه ستكون الصور كبيره جدا لكن لا باس لا اريد اي كومبريشن لان اصلا من يوتيوب معمول له كومبريشن ثم تعمل له كومبريشن اخر سيسوء الامر كنترول اف 12 اعود بعد قليل افتر قليل انتهى الرندر الان انتهى عمليه تحويل الفيديو الى صور فعند شيء خارج الكاميرا ونسيته وهو الاتيان الى هنا الى الاوتبوت بوست بروسيسين ثم اطفاء الكومبوزيتين وتشغيل السيكونسر لماذا لان الكومبوزيتين هو خاص بالاشياء التي في 3 دي فيو تعمل اف ثم تذهب الى الكومبوزيتين والسيكونسر هو خاص بهذا السيكونسر لذلك اطفات هذه الكومبوزيتين اعود الى تشغيلها وربما اطفئ الكومبوزيتين الان لا احتاج الى اعاده رندر هذا الشيء ثم الان احذف هذا الشيء لا احتاجه ثم اذهب الان الى هنا واحوله الى موفي كليب اديتور وهنا يحدث كل الشغل اضغط اوبن واذهب الى المكان عشرة عشرة ثم أضغط إي لاحظون أنه بدأ من مئة وينزل إلى, إلى 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 الصفر وهذا شيء سيء جدا ولا أدري ماذا يفعل بي بلندر هذا دائما يبدأ بالطريقة المعاكسة وستجدون أنك لو حملت كل هذا لن يحدث أي شيء لذلك تحتاج إلى تغيير طريقة قراءته للمعلومات أو ما شابه نون أظن أن واحدة منهم ستنفع ون ليفل لا ميد فايل داتا نعم هاتي هنا فعت. واحد واحد تسعة تمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين سبعتاش لا هذه لم تنفع سايز سايز ستكون عشوائية اكستنشن نيم مع انها نيم الا انها تبدا من صفر من مئة الى صراحة والله الذي لا اله الا هو سمايل ريجولار لارج لا هذه ما عندها اي علاقه deserves واحد تسعة ثمانية هذا سيء جدا سأجربه بهذه الطريقة ثم أرى كليب نعم تلاحظون أنه يشتغل بشكل جيد جدا نعم نعم هناك مئة فريم هنا لو كانت أكثر من مئة فريم مثلا لو كانت ألف أو أقل من مئة فريم أو شيء يمكنك أن تضغط دائما ست سين فريم فيعود إلى عدد الفريمات الموجودة كذلك تلاحظون أنه يمشي بطريقة بطيئة بعض الشيء بإمكانك أن تضغط بريفتش هذه حتى يحملها على الرام لكن انتبه إلى حجم الملفات آه حجم هذه اذا ضغطت هنا واتيت الى بروبرتيز تلاحظون انها 792 ميجا وهذا في 100 فريم فقط تخيل لو كانت 200 او 300 فريم ستكون اكثر من 2 جيجا حتى لذلك انتبه من الرام الخاصة بك قد يتخطى الامر حدودها بريفاتش سيحمل هذا على الرام ستكون سريعة جدا لاحظون ذلك الان صارت سريعة جدا نعم هذين الشيئين مهمين جدا ثم الشيء الثالث نبدأ مباشرة بعملية تراكن تذهب الى التراك هنا حتى نرى كل شيء ثم نبدأ الان آه. تلاحظون انها نوب اكتيف تراك مجرد ان تبدا بوضع تراكن بوينت تبدا هذه الاشياء بالظهور هنا لوضع اي تراكن بوينت انا عاده اتي الى المنتصف 50 وأعمل لها تراك في الذهاب واياب واتي الى الخمسين حتى اعلم يعني النقاط التي ستبقى في المشهد لانك اذا بدات من الواحد وكانت نقطه هنا في في هذا الجزء وانت تعلم ان الكاميرا متجهه هكذا فهذه النقطه ستخرج سريعا من اطار الكاميرا لذلك اضغط كنترول هنا اذا ضغطت كنترول ووضعت بزر الفأرة الايسر سيعمل نقطة تلاحظون ذلك بامكانك ان تضغط اس لتكبيرها و ار لعمل روتيشن احيانا تريد تكبيرها اذا كانت النقطة التي تريد تتبعها كبيرة جدا وربما تشغل كل المساحه هنا فتريد تكبيرها تصير اكبر اذا اردت ان تعلم المساحه التي يبحث فيها اذا خرجت هذه منها لن يبحث وهي Alt اس سيبحث في هذه المساحه كلها الت اس مره اخرى لتختفي سيبحث في هذه المساحه كلها في كل مره نعم وكل ما كانت كبيره كل ما كانت عمليه البحث اطول نعم هذا الفيديو صراحه افضل من الفيديو السابق لان الفيديو السابق عملت له كومبريشن ب 15% انا الان اعمل نعم اس كنترول نعم سأعمل بعض التراكين في بعض المناطق الأرضية ثم أعمل اس أكبرها ثم أعمل بعض في بعض المناطق الأرضية مثل مثلا هنا هذه نقطة جيدة جدا تلاحظون ذلك نعم أضغط اس نعم جي أظن أنها نقطة جيدة جدا بهذه الطريقة وربما أكبرها أس إلى هذه الدرجة نعم هذه قد تختفي خلف الشجرة لذلك لن أعملها سأبحث عن نقاط تكون جيدة مثل هذه أظن أنها ستكون جيدة جدا تلاحظون أني أبحث عن نقاط اللي فيها اللي فيها تباين بينها وبين الخلفية تلاحظون ان الخلفية بيضاء وهذه عجلة هذه الشيء الخاصة برميل الاوساخ اظن انها لرميل الاوساخ عجلتها سوداء وهي بيضاء ذلك ستكون جيدة جدا ابحث عن نقاط يعني جيدة وليست مجرد يعني نقاط قد تختفي بسرعة هذه تكون جيدة من الأفضل أن تكون بعضها في الأرضية وبعضها في غير الأرضية نعم أظن أن هذا قد يكون جيد جيد سنجرب ونرى ليتني لي حملت الفيديو من دون ضغط يعني صراحة وأنا كنت غبي جدا لما حملت هذا الفيديو لو ذهبت إلى نعم هذا سيخرج من الإطار الكاميرا وإلا لا وضعته أظن أن هذا سيكون جيد أظن أن التباين ضعيف لكن أظن أن بإمكان بلندر تتبعه لكن لن لن أعمله أظن أن هذا سيكون جيد جدا نعم أحتاج إلى بعضها في الخلفية لو كانت هذه يعني ستظل ظاهرة لحق وضعتها أظن أني سأضعها هنا هذا سيكون جيد جدا أظن أن هذه كافية، بعضها في المقدمة وبعضها في الخلفية، وبعضها نعم أظن أن هذه سأسحبها إلى هنا جيز تكون أفضل. يجب أن تكون هناك ثمانية كما سمعت ولا أدري لماذا ثمانية ثمانية على الأقل يجب أن تكون هناك ثمانية على الأقل في كامل المشهد في طول الوقت واحد اثنين ثلاثة. 4 5 بعدها سنستغني عنها لذلك اظن اني سازيد هذه السياره أو السيارة متحركة نعم سيارة متحركة لا سأتي إلى الخمسين قد ضعت موضعها أظن أن هذه ستكون نقطة جيدة بشكل ما نعم ستكون جيدة 50. ثم الان سامسكها بس كل اربعه او خمسه مع بعضها ثم اتي الى التراك هنا ثم تلاحظون هذه الاسهم هذا للانتقال الى الامام نقطه واحده فريم واحده وهذا للخلف فريم واحده وهذا لعمل تراكن الى الامام كل الفريمات وهذا الى الخلف كل الفريمات ابدا بالانتقال شيئا فشيئا لهذه الأربعة ربما أتأخر إلى هنا فإذا اطمأنيت لها بإمكانك أن تضغط كنترول تي فيبدأ بالانتقال كل الفريمات إلى الأمام أو كنترول شيفت تي فينتقل كل الفريمات إلى الخلف لكني سأضغط هنا ولا بأس لاحظون أن اثنين فشلتا وهذا جيد حتى أريكم ما الذي تعملونه إذا فشلت التراكين تلاحظون أنها فشلت في الأخير وهذا جيد أني لن أضطر إلى تذهب إلى المكان الذي فشلت فيه وهو هنا ثم تعيد آه نعم هي لم تفقد لكن بإمكانك تحريك بعض الشيء فقط فيعود ثم تضغط تراك مرة أخرى وهو أتم الأمر بشكل جيد جدا ثم تعود إلى هذه تذهب إلى المكان الذي فشلت فيه هنا ثم جي جي ثم الآن 100 جيد نجحت كلها الان اعود الى الخمسين ثم اضغط كنترول Shift تي حتى تعمل تراكن الى الوراء كلها لكن قبل ان اعمل Ctrl Shift تي اعمل بضع حركات الى الوراء وارى النتيجة تبدو جيدة ثم Ctrl Shift تي الان تخدم الاختصار احيانا لاحظون انها كامل نجحت كلها وهذا شيء جيد نعم اتي الآن إلى الخمسين ويجب أن تحفظ الفريم التي أعددتها أول مرة أن كل هاته معدة على الفريم خمسين إذا كنت في فريم بعد الخمسين أو قبل الخمسين تلاحظ أنها غير غير مستقرة لذلك يجب أن تكون في الفريم خمسين بهذه الطريقة ثم تعد أربعة أخرى إذا أعددت كل هاته الآن بإمكانك أن تضغط كنترول ال وهذا لعمل لوك حتى لا تعمل تتبع مرة أخرى سيتجاهلها البرنامج كليا لأنها ناجحة وجيدة أتي الآن إلى هاته الرباعية الخماسية ربما كلها ثم أضغط هنا من خمسين فصاعدا أضغط الآن كنترول تي وأرى أظن أن هاته هي الوحيدة التي هاته وهاته كلاهما فشلتا سأنظر أين أما هاته فأظن أنها فشلت في مكان ايضا ان هاته كأن وحده اخرى فوقها او ما شابه احاول ان احذفها مثلا اكس نعم هناك وحده اخرى لذلك س... نعم هي تمشي بشكل جيد هاته فشلت هنا نعم فشلت هنا لذلك احددها ثم اضغط جي الى هنا ثم اضغط تراك نعم هذا جيد ثم سارى ما الذي فشل اظن ان هذه حافظت على مكانتها نوعا ما نعم حافظت على مكانها بشكل جيد هذه بشكل جيد هذه بشكل جيد نعم كلها حافظت على مكانها بلندر جيد جدا كما سمعت في التراكن انا المؤجر تراكرز اخرين يعني برنامج تراكن اخر لكن بلندر كما سمعت جيد جدا اتي الى هنا الان وحدد كل هاته كل هاته كلها الان ملغات من التحديد يعني ما سارى نعم هاته الخماسية لن احددها احدد هذه وهذه 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 ثم الآن أبدأ بتتبعها عكسيا أظن أن هاته لم أنتبه لها نعم هاته لم أنتبه لها لذلك سأ... لم أحددها صراحة ثم كنترول تي وأرى نعم أظن أنها جيدة جدا وكنت أضحي بها مع أنها جيدة أتي إلى هنا وأحددها كلها ثم أبدأ الآن بالتراجع ثم كنترول شيفت نجحت كلها وهذا جيد صراحة رائع جدا لم أكن أتوقع نعم لكنه جيد الآن بعدما أنهينا التراكن سأضغط كنترول ال على كل هذه كذلك كنترول l حتى تعملها لوك حتى لا يعمل تراك مرة أخرى الآن كلها مستقرة الآن آه بإمكانك أن تأتي إلى هنا الآن وتبدأ بإعداد بعض الأمور لكن قبل ذلك هناك شيء لم أتحدث عنه وهو التراكين سيتين إكسترا هذا هاتي 0.75 يعني إذا إذا تحرك أكثر من 0.75 ربما بيكسل أظن أو ما شابه مارجين بيكسل أظن أن البيكسل أو ما شابه فسيلغى التراكن لكن لا أظن أنها خاصة بالبيكسل أو خاصة ببيكسل الصورة ممكن نعم لأن بيكسل الصورة ليس هو بيكسل الشاشة بيكسل الصورة كبير كما تلاحظون إذا تحرك هذه المسافة إلى هنا فسيتوقف أو ما شابه نعم كل ما رفعت هذا كلما زاد احتمال آه أن يرفض البرنامج هاته التراكات إذا رفعتها إلى 90 مثلا فستمشي لك يعني كل خمس فريمات تتوقف لأنها لن تستطيع الحفاظ على مجال تسعة يعني آه آه بيكسل نعم هذا يعني اذا اردت دقه اكبر ارفع الى 0.9 او ما شابه 0.75 جيده ثم بعد ذلك آه تاتي الى سولف هنا ثم تاتي الى ثم بعد ذلك ساتجاهل كل هذا الاول سولف كاميرا موشن ساضغطه بعد قليل لكن قبل ذلك ناتي الى هنا ونحدد الفلور بامكانك تحديد ثلاث آه نقاط ثلاث نقاط تراكن في في آه في 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 الأرضية نعم هل أنا أحددها الآن نعم أحددها أظن نعم في الأرضية ثم تضغط set floor هنا floor نعم لا. لكن قبل ذلك عليك أن تضغط سيلف كاميرا موشن أولا تضغط اي لتحديد كل شيء ثم تضغط سولف كاميرا موشن نعم الآن عمل هذا السولف كاميرا موشن وهناك نسبة الخطأ مكتوبة هنا وقد زالت الآن 0.74 لا أدري إن كانت مكتوبة في مكان آخر لكن 0.74 جيدة إذا كانت أقل من واحد واحد بكسل فهي جيدة 0.74 هي جيدة جدا على كل حال نعم ثم بعد ذلك تختار ثلاثة وتحددها على أنها ألف آه نعم واحد اثنين ثلاثة أنا كنت أحددها كلها ثم تضغط فلور نعم الآن هذه هي الأرضية ثم بإمكانك أن تحدد الإكس والواي بالنسبة لي لا أستطيع تحديدها لأن لا توجد يعني اثنين متوازي متوازيين هنا يعني لو كانت واحدة هنا وواحدة هنا لحددتها الآي ولو كانت جنبها هنا مباشرة لحددتها الواي هذه الإكس وهذه الواي أو هذه الواي وهذه الإكس لكنها غير موجودة نعم دايك الوال إذا كان هناك حائط هنا فتحدد بعض النقاط التي على الحائط وتضغط وال حتى يعرف أن هذا حائط وست اه إكس وست اه اه واي هذه كما قلت لكم بإمكانك أن تحدد لو كانت وحدة مباشرة هكذا حددناها على أساس أنها الإكس هذه وهذه ولو كانت وحدة مباشرة هكذا حددناها على أساس أنها الواي هكذا نعم set origin تحدد وحده وتجعلها على انها الاوريجين اريد لهذه ان تكون اوريجين لذلك لا باس ات اوريجين نعم ثم بامكانك ان تنظر الى الاخطاء التي فيها عن طريق تحويلها من تراكن من كليب الى جراف هنا الامر جيد صراحه لا توجد يعني نعم هي هذه حركه الكاميرا لذلك فهي جيده ساعود الى كليب كما ان نسبه الخطا قليله ولا احتاج الى إعادة تحديد وإعادة تحديد وإعادة تحديد أظن أني انتهيت من كل هذا لم يبقى إلا أن أضغط أي لتحديد كل شيء ولا أدري حتى إن كان لابد من أن تضغط أي لكن لا بأس ضغطنا أي لتحديد كل شيء ثم تأتي إلى setup tracking scene ويعمل لك كل شيء بمفرده أضغط setup tracking scene انتهى الأمر الآن إذا أتيت إلى 3D view 3D view فتلاحظون أنه إذا ضغطت بلاي لبداية الانيميشن لاحظون ان الكاميرا ما الى بعض الشيء ولا ادري لماذا نعم اذا ضغطت هنا وعدت الى هذا السوليد حتى تظهر الخلفية تلاحظون ان السفينة وكأنها هنا بامكاني ان احذف هذا مؤقتا اضغط H حتى تروا يعني يعني مقدار دقتها وهي دقيقة جدا صراحة دقيقة جدا نعم المهم تقدمت كثيرا المهم تقدمت كثيرا في الامر وطولت في الامر بعض الشيء لدي قطعت كل هذا مررت مباشره الى النتيجه النهائيه لاني كنت عامل كومبوزيتين هنا وبلندر لما تذهب الى هذا الشيء هنا كما فعلنا في السابق اظن انه اختفى لا باس نعم اختفت تراكن لا ادري لماذا اختفت تراكن هذه نعم لم يختفي هو هنا لما عملنا هذه الشيء عند السولف هنا مع السيت اب تراكن سين عمل كل شيء من اجلنا لذلك هو ما الذي فعله وضع الكومبوزيتين فوق الكومبوزيتين الكومبوزيتين فوق الكومبوزيتين وكانت هناك كومبوزيتين ضخمه هنا عملتها انا ووضع الكومبوزيت ليس ضخمه المهم وهو وضع الكومبوزيت الخاص به فوق هذه وانفرط العقد وفسد كل شيء واضطريت الى اصلاح كل شيء واعاده كل شيء وعمل كل شيء بيدويا وطال الامر حرفيا خمسه وعشرين دقيقه أو نصف ساعه او ما شابه فقط في اعداد هذا الامر لان ارتبكت بعض الشيء ولذلك قطعت كل شيء المهم ان الجزء الخاص بالتراكن انتهى والتراكن ناجح تلاحظون ذلك اذا ضغطت بلاي الان فتلاحظون الامر التراكن ناجح ورائع جدا